ظروف مأساوية دفعتهم إلى هجرة بلدانهم. قصدوا الجزائر بحثاً عن فرص عمل. وخدم في لها لوبيا، كرجات، باذنجان، طوماتيس، قاعد وخدم. لا جورني سادي فون كاين 60,000 كاين 70,000. سا كاين ناس مليحة وين يخلص 100,000 جورني. ترافاي ريستوران لابا، بلونزير افيك نيتواياز. بعض أرباب العمل الجزائريين استبدلوا اليد العاملة الجزائرية بنظيرتها من المهاجرين الأفارقة لاستغلالهم في مهن شاقة دون دفع أجورهم. الترافاي تاع الجيري هذا مش مليح، سيعقروني بزاف والله. كاين وين يدي زوج ولا ثلاثة يقل لي 150، ومن بعد خمل الترافاي يدي 60,000 ولا 70,000، قال لي روح. أدا والله كان لي خلص، كان لي ملاها، كان لي خاف ربي، صح كان بزاف لي ما يخلصوش. سول دي الجيرين يل باي با دوت لي باي ايسي لي ريغاردي لو مومين دي ترافاي افيك سا سا الجيري سي لي في سي تري تري ديفيسيل. يا بلان دو ترافاي كي جي فيت اي كو جو نسوي با باي اي بي جي ني با جي ني با او الي مي بلاندر. Parce que si je vais me plaindre, la gendarmerie me demande d'abord mes papiers. Ils ne cherchent pas à me défendre moi. Ils cherchent à demander mes papiers. Autant que moi je souffre. تجاوزات تؤكدها شهادات عمال جزائريين. ديجا زوج بعد اللي راهم هنايا بعد قبض المقاولة على كابريكور ولا على خدمة. كاين واحد مش متلكهم قدام خطر قالوا لي اهدر معاه اهدر معاه. هدرت معاه. قاعد يفوت بهم نهار بنهار نهار بنهار. ما يقدروش يهدروا على ارواحهم. يديه منا يحرس عليه، كان يخدم بشهر، كان يخدم بالنهار، يديه يخدم بالنهار وما يخلصوش. كثيرا ما ينتقد جزائريون تعامل أرباب العمل في أوروبا مع المهاجرين، لكن نفس هذه المعاملات تسجل اليوم بالجزائر مع مهاجرين ذاقت بهم السبل، فمن يضع حدا لهذه الظاهرة؟